السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد زي ما اتفقنا. سوبر نينو، تدبير تدبير توفير سهولة. النهاردة جايلك بوصفة حلوة جدا، انت اللي هتحكمي بنفسك وهتشوفي التجربة عملي قدام عينيكي وانت اللي هتحكمي بنفسك. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف ايه الوصفة بتاعت النهاردة. النهارده يا بنات هعمل لكم وصفه كده على السريع. الوصفه دي هنتكلم عنها واحنا شغالين فيها، تمام؟ الوصفه بتاعت النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن مكونين بس. اول مكون عندي هو معجون الاسنان، اي نوع متاح عندك. وتاني مكون عندي هو النشا. هتعملي ايه النهارده يا نينو؟ هقول لك يا ست الكل هعمل ايه. هجيب هنا بوله او طبق عندي كده، وهاخد معجون الاسنان، هاخد منه معلقه كده بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. حلو حلو. قبل اي حاجه عايزه اقولك، لو بشرتك حساسه الوصفه معجون الاسنان دي اوعي تحطيها على وشك. خلينا متفقين، اصحاب البشره الحساسه ممنوع نهائي يحطوا اي حاجه فيها معجون اسنان. اصحاب البشره الجافه مفيش مشكله. طيب هستخدمها انا ازاي يا نينو لو انا بشرتي حساسه وعايزه احطها على وشي؟ لا، ما تستخدمهاش نهائي. اي حاجه فيها معجون اسنان ما تنفعش مع اصحاب البشره الحساسه. طب اعرف منين بشرتي حساسه؟ بعد ما بعمل الوصفه بعمل كميه صغيره وبختبرها على ايدي، لو لقيت حكه احمرار يبقى انا كده بشرتي حساسه، ما تنفعش خالص ان انا استخدم الوصفه دي. عودي نفسك كده، اي وصفه قبل ما تستخدميها تجربيه على ايدك، تعملي كميه صغيره خالص وجربيها على ايدك علشان تشوفي بشرتك هتستحملها ولا لا. حتى لو الوصفه ما فيهاش اي حاجه مضره اتاكدي برضو. تمام. الوصفه دي بتعمل ايه بقى؟ بالنسبه لاصحاب البشره الجافه او المختلطه مفيش مشكله خالص من الوصفه دي، استعمليها عادي للوش، دي بتفتح وبتنعم وبتشيل الحبوب وبتشيل البقع الدكنه اللي في الوش. تمام تمام قوي كده. هنعمل ايه المكون التاني عندي؟ ايه عندي؟ النشا. زي ما احنا عارفين فوائد النشا للبشره قد ايه هو بيفتح وقد ايه هو مفيد قوي للبشره. هاخد كده معلقه بالشكل ده واحطها على المعجون اللي عندي. زي ما اتفقنا جيبي ربع كيلو نشا ب3 جنيه هيقعد عندك فتره طويله، وابدا ان انا اقلب النشا مع المعجون. الوصفه دي تنفع للايد وللجسم وللوش، بس من الوش مش كل الناس اصحاب البشره الحساسه ما تنفعهمش. تمام تمام. ابدا ان انا اقلب كده مع بعض كويس، واروح جاي هنا مزوده بق ميه بق ميه عشان اعمل خليط متجانس بالشكل ده اهو. ابدا اقلب كده لحد ما احصل على خليط متجانس. بقول لك تاني، اصحاب البشره الحساسه ما يجربوهاش عمرهم ولا يفكروا يعملوها على وشهم. تنفع للجسم، تنفع للظهر، تنفع للايد، انما وشك لا. تمام اهو. اي نوع معجون، مش لازم المعجون اللي انا بستخدمه، اي نوع معجون متاح عندك. طبعا هي كده عايزه نشا تاني لانها سايله كده. انا زودت نشا تاني يا بنات اهو بالشكل ده كده اهو، شايفين كده باين قدامكم قوي. ممكن تستبدلي الميه بسوق الميه بليمون، بس احنا بنستكفى بالمعجون عشان اصلا المعجون هيعمل حرقان بسيط كده على الايد او المكان اللي هتحطي فيه اول ما تستخدميه اهو. كده بقى جاهز عندي الخليط. هعمل ايه يا نينو بعد كده؟ واسيبه لحد اما ينشف نهائي. طبعا هحط على وشي برضو بحركات دائريه كده. اعمليه ما تعملهوش تقيل قوي، اعمليه كده سايب شويه كده. اخد معايا معلقه ونص من النشا، شايفه؟ بصي على ايدي اهو بالشكل ده كده. انا هسيبه ينشف خالص. طب يا نينو عشان مطولش عليكم، بعد ما ينشف هعمل فيه ايه؟ هروح قايمه شطفاه بالميه، مفيش اي حاجه. طبعا لو بشرتك حساسه اول ما هتحطيه هتحسي ان بتهيج في البشره واحتكاك وان انت مش مستحمله. عايزه اقولك ان انت لو بشرتك حساسه يعمل كده، انما هو كمان فيه زي لسعه كده يا بنات، اول ما بتحطوه بتحسوا بلسعه كده، عشان بس ايه اول ما تحطيه ما تتفاجئيش. بس سيبيه كده على ايدك لحد اما ينشف خالص. بعد ما بينشف بتبداي تفركيه اهو. بصوا بقى نشف، بصوا بدا ينشف معايا ازاي. هو كده لسه، ببدا بقى ان انا افركه، ما بسيبهوش اكتر من دقيقتين ثلاثه لان هو بينشف بسرعه قوي يعني
كده بقى نشف معايا، ببدأ بقى ان انا افركه بالشكل ده. بصوا بقى عامل ازاي معايا، وهو لسه عايز ينشف تاني، بس انا قلت اوريكم بس كده عشان ايه نخلصه. بصوا بقى منظره، هروح بقى اشطفه بالميه العاديه بتاعت الحنفيه. بصوا يا بنات، بصوا الفرق في الايد، الحته اللي حطيت فيها والحته اللي ما حطيتش فيها، احكموا انتوا بنفسكم. اهو افتحت، بصوا انا كده مشغله الفلاش من اول الفيديو، مش بتقول شغلت الفلاش وطفيت الفلاش والكلام اللي ايه بيتقال كتير. بصوا هنا وبصوا هنا اهو، وبصوا الايد التانية اهو، احكموا انتوا بنفسكم. المكان ده انا ما حطيتش اللي على الحته دي، وبصوا الحته دي ما حطيتش عليها، وبصوا دي فرق ولا مش فرق، انتوا اللي تحكموا اهو. تمام، بس كده. هتعملي ايه بقى بعد كده؟ بعد ما حطيتي كده هتجيبي اي نوع مرطب عندك وترطبي بيه جلدك. انا بفضل بنسيول، مفيش بنسيول فيزلين، مفيش فيزلين اي مرطب عندك بتحبيه، جليسرين فيزلين اي حاجه عندك. المرطب هنا عشان جلدك يطرى كده ويبقى حلو معاكي. طيب ما عنديش مرطبات خالص، اعمل ايه يا نينو؟ ميه ورد. تمام، مفيش اسهل من كده. ما عنديش ميه ورد، اعمل مكعب تلج وامسح بيه وشي. حلو كده، حلو الكلام. الماسك ده انتوا شفتوا تجربته قدام عينيكم، ولا طفيت فلاش ولا شغلت فلاش، التجربه واضحه قدام عينيكم. ده بيعمل ايه؟ بيفتح، بيشيل الهالات، بيقضي على الحبوب، بيقضي على مكان الحبوب لو كان في حبوب وراحت وسابت اثرها بيقضي عليها، بيقضي على البقع الداكنه، بيوحد لون البشره. الماسك ده ليه فوائد كتير قوي قوي قوي، ومفيش اسهل من كده. طيب استخدمه كام مره يا نينو في الاسبوع؟ هي مره واحده بس، هي مرة واحدة بس. تمام، مش اهو بأكد عليكي، مرة واحدة بس، مرتين مرتين لا، هي مرة واحدة بس في الأسبوع زي ما اتفقنا. وأوعي حذاري يجي عند عينيكي، ابعدي خالص عن عينك عشان ما يأثرش على عينيكي. تمام، الماسك ده ينفع للجسم، ينفع للإيد، ما فيش مشكلة منه، ينفع للبشرة بس البشرة الحساسة برضو لا، بأكد عليكي. ينفع للهالات السوداء؟ لا لا لا، ده بيشيل الهالات اللي سوداء اللي مطرح الحبوب، مش الهالات السوداء اللي مطرح اللي هي تحت العين، لا، الهالات اللي مطرح الحبوب او الداكنة اللي هي في البقع اللي بتبقى في الجلد، التصبغات اللي في الجلد. تمام، وهالات سوداء لا، العين لا، ابعدي عنها نهائي. كام مره؟ هي مره واحده. تمام، واستخدمي مرطب بعديه، اديني باكد عليك اهو، مرطب بعديه. دي كانت وصفه النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. استنوني في وصفه جديده، وزي ما اتفقنا سيبولي رايكم في الكومنتات، وانتوا اللي تحكموا بنفسكم، انا مش هتكلم، انتوا اللي تحكموا بنفسكم وتقولوا رايكم في الكومنتات. تمام، واللي عايز اي وصفه يسيبها لي عشان نحضرها سوا مع بعض.